السلام عليكم البنات، معكم لطيفة من قناة شوات أمنينا. مرحبا بكم من جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير يا ربي. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم دويرة في الحمام ديالي باش تشوفوا كيفاش انا منظمه، هو يعني بديكور بسيط بزاف. ولكن قبل من هذا غادي نولي لكم الديكورات اللي خديتهم من اكسيون اللي نزلت لكم في القناه. مهم اول اكسيون غادي نوري لكم بعدا شنو كيفاش درت ليهم وشنو درت. المهم البنات، انا هنا جيت الاكسيون عاود رجعت الغد ليه من بعد ما درت لكم داك الفيديو، حيت كان ناقصيني واحد لي زارتيكل ولكن ما لقيتهمش، وكنت كنقلب على واحد البلاطويات ما لقيتهمش هنايا، شفتهم في واحد اكسيون وما خديتهمش وندمت، وجيت هنا الاكسيون هذه كبيره ولكن ما لقيتهمش. وهنا بغيت نقلب على دوك الهدورات ولا دوك طابيات صغار الكري اللي وريتهم لكم في الفيديو ديال اول اكسيون. كانوا خاصيني زوج وما لقيتهمش، لقيت لوان اخرين كما كتشوفوا هنا قهوي بيض وكحل ولكن ما لقيتش الكري. بون معليش طومبي، علاش كنقول لكم اكسيون الواحد ما يلقى فيها شي حاجه ياخذها ما يترددش هكا باش ما يندمش بحال اللي درت انا هذه المره. صافي، وهادو هنايا غادي نقول لكم من بعد كيفاش كنظم بهم فيهم الحمام، غادي تشوفوا شنو كندير فيهم، يعني بساط وزوينين. هنا بغيت نوري لكم هذوك طابيات ولا دوك الهدورات اللي سميتو فوسفوريغ اللي خديتهم. انا درتهم هنايا في الكوزينه، درت وحده هنا وحده هنايا. مشيت البارح باش ناخذ لهاد الجهه هذه حيت بدا البنك شويه كيتمسك كتمشي له الصباغه ديالو، بغيت نصبغو ولكن قلت الا لقيت بحال هذه نديرها، علاش لا، هكا باش تجي الجلسه مكموله. بالنسبه لديك البسكليته البيضاء اللي ما عرفتش فين نديرها، المهم جاتني هنا مزيانه مع الريدو مع سميتو البيض، جاتني هنايا مزيانه كما كتشوفوا. وهذيك البلاكه ديال بونابيتي خليتها هنايا، درتها هنا. المهم مازال ما عرفتش فين غادي نديرها بالضبط، ولكن دابا راها هنايا محطوطه، غادي نشوف من بعد غادي نشوف فين غادي نديرها، هي الوحيده اللي باقي ما لقيتهاش بلاصتها. دابا غادي نقول لكم الديكورات الاخرين كيفاش درتهم. بالنسبه لهادو ها هما كما كتشوفوا، انا علقتهم هنايا في الحيط، انا درتهم هكا عمدا، ما بغيتش نديرهم يعني وحده 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 ولا، انا بغيت نديرهم هكا كيف ما كتشوفوا. انا غادي نشعل دابا الضو في هذوك الشميعات وديك البوله غادي تشوفوا. المهم جات ديك البسكليته زوينه في الكحل، درت هنايا هذيك البيضه ولكن حيت الحيط بيض ما جاتش باينه، يعني فضلت انني نديرها في هذيك الجهه اللي مجيت الكوزينه كيف ما وريت لكم، جات زوينه على هنايا وجربتها وعييت كنقلب في الديكو هذه، ولكن جاتني هنايا في هذا الشكل هذا. ونيت انا عندي طبله في نفس الشكل ولا في نفس الستيل، عندي الطبله ديالهم بحال هكا كما كتشوفوا. انا غنشعل الشمع وغادي تشوفوا كيفاش انتما منين شعلت الشمع كيفاش جا، واخا كاين الضو ديال النهار يعني كيبانو زوينين، ولكن في الليل كيبان داك الشيء غزال غزال غزال، كتجي هذيك الضو ديال الشمع هذا كيجي ضارب. هادو كانوا عندي من قبل حتى هما كنت خديتهم من اكسيون شحال هادي، ودرت فيهم هاد الشميعات نيت اللي شريتهم. هادو في الليل كيبان زوين بزاف بزاف، هذا كيبان واحد كيعطي واحد المنظر زوين كما شفتوا. درت هنايا زوج وهنايا درت وحده، كانوا نيت عندي غير ثلاثه. صافي، وهذيك البوله ها هي شعلات هي شعله. وهادو لا تعقلوا كانوا عندي شري خديتهم تماما من اكسيون، هادو كانوا في ديك البوطه اللي قلت لكم ما غاديش نستعمل كل شيء منها، خديت منها غير شي حويجات على حسب كان فيها هذاك الخش كيطلق الخش، وخفت منين بقى كان نيتويي ولا ما بغيتش يبقى يطلق لي الخش كل مره. صافي، وهذه كما قلت لكم حتى هي نفس ستيل، حتى هي من اكسيون نيت، عندي زوج، عندي وحده هنايا وحده هنايا دايره فيهم التصاور ديال ولادي، كيجيو منظر زوين بزاف البنات. وعندي نيت هادي دايره فيها هاد الكوفيرتات ولا هاد الغطيان ملي كيكون البرد كنجبدهم، يعني نفس ستيل، جا ستيل مواتي بزاف وجا غزال، عجبني انا هكا كما قلت لكم. انا درتها اكسبري، ما بغيتش نديرهم مقادين يعني جايين في جهه وحده. صافي، وما عندي نيت السطح، السطح ناري على السطح، عندي الحيط فيه الكحل والكري، دونك جايه كيف كيف، انا قلت السطح بالي مع المغرب والسطح.
صافي هذا الشيء ما كاين. المهم نتمنى انهم يكونوا عجبوكم، يكونوا عطاكم فكره باش تمشيو تاخذوهم الا لقيتوهم، حيت البارح مشيت لواحد الاكسيون وما لقيت حتى شي حاجه، لقيت ولكن ماشي اللي بغيت. فوالا. المهم انا بغيت نوري لكم اسمحوا لي كيفاش منظمه الحمام ديالي وكيفاش كنرتب الحوايج فيه. كما شفتوا انا الالوان دايره الابيض والازرق والكري في الحمام، بالنسبه حتى الارض دايره فيها هاد البراط وهذا حتى هو زرق و... يعني خاص بالحمام. الطابيات زرقين، شي مرات كنبدلهم، عندي وحدين بيضين كنبدل بيهم. والحيط كما شفتوا حتى هو، انا هذا ماشي زليج، انا هذا كاغط ولا بابي بان خاص بالحمام. يعني صراحه زوين بزاف وساهل التنظيف، كندوز عليه يعني شيفونة فازقة وكيخرج كيبري، يعني صراحة غزال وسهل. انا نبدا لكم بهاد الجهة البنات، هادي عندي البنوار، انا عندي هاد الفراشية هادي دايما كنغسلها كنخليها انا باش كتستقطر، بنوار دايرين لها مهم بالشامبوان وداك التخربيق ديالنا. هنا دايرة الشبكة ديال الكسوة الموسخة حاجاكم، وواحد الطابوري ديال لينا ملي كتحتاجو كتجبدو، ملي كتبغي تجبد شي حاجة عليه عليها ولا في الكوزينة ولا في البيت ولا هذا. أنا مخليتو هنايا عندو، قتلو هاد البلاصة درتو هنايا. كان عندي باني ديال التوب وعصبني حيت ملي كنفزقوه بالما خصني ضروري ما نصبنو، دونك خديت هاد البلاستيك كيجيني ساهل، كنديرو في الليل الا شفتو مسخ ولا هذا مغبر كنديرو في الليل في البنوار هنايا كنغسلو كنخليه كينشف، الغد ليه كنزلو هنايا كيكون ناشف. صافي هنايا دايره مورا الباب دتوج دايره غير البنوارات ديال ادم ولينا كيجيوهم ساهلين، وهذه ديك الفوطه ديال الشعر ديال لينا باش كتنشف شعرها. الجهه الاخرى دايره هنا واحد البيدو ديال في كديرو داك القطن المسخ هذا وحشاكم. وهنايا عندي بلاكار كبيره الفوق، انا في هاد السله دايره شنو دايره هذا كيقول السيشوار وهذا المهم ديالي انا ولينا، ما لقيتلوش شي بلاصه اخرى. هاد الشبكه حتى هي خديتها شحال هادي من اكسيون. صافي هاد البلاكار هذا انا جمعت فيه الماكياج والحوايج اللي كنحتاجهم انايا كل نهار انا وراجلي. هادي عندي فيها ريزيرف ديال شنو فيها ديك ديسولفون وهذا، وعندي هادي هنايا الصباغه كنجمعها انا في هادي، كتعجبني نجمعها في هاد لاتروسا كاملين نحتاجها كنجيب غير لاتروسا. هادي فيها مهم ريزيرف ليكم، المهم عندي ريزيرف هنا ديال كلشي ديال هادوك لي باتش ديال النيف، هادو ديال الرجلي لي ديودورون، المهم عندي كلشي هنايا ريزيرف ديال لي لانجيت لوجيه كلشي. هذيك الشمعة دائما انا عندي الشمع في البلاكار كيتلقى الريحة فنة. انا هادي دايرة فيها السوايع حيت كنخليهم غير هكاك، ولكن ماشي مرات كيعجبني هكا يكونوا مجموعين، جمعهم في هاد لاتروس هادي السوايع كاع اللي عندي. هادو الكريمات اللي كنستعمل ما لقيتلهمش بلاصة هنايا ودرتهم هنا الفوق. صافي هنا شتو 11 بغات تحيد ما عرفت شناهي. المهم ندير لها جافيل هنا. هادو انا جمع الحوايج ديالي المكياج والكريمات اللي كنستعمل كل نهار. بزاف البنات سولوني على هادو في انستغرام، انا هادو خديتهم من اكسيون، دونك خديتهم من اكسيون حتى هما جامعين لي الحوايج صراحه. كما كتشوفوا انا غادي نحاول انا نهز الفوق، كما كتشوفوا دايره فيهم المكياج ديالي كامل. هادي ما عرفتش منين خديتها، واش من اكسيون حتى هي يمكن، معقلتش والله معقلتش. المهم هادي عجبتني بزاف، عجبوني وكيجمعوا الحوايج بزاف. من قبل كنت كنجمع في هادو ولكن ما كانش كيبان لي شنو فيهم، دونك دوكو هادو ترونسبارون كيبان لي كلشي. ونفس الشيء درت حتى لراجلي، ودايره هنايا الروايح، هنا دايره لهم هذيك الطوندوز ديالو. صافي هذه هي اللي جمع فيهم، دايره الروايح ديالي غير اللي كنستعمل هنا مشي مرات. هذا الفوق عندي هنا واحد القجار جمع فيه غير حوايجي انا لينا دايره لها في بيتها، انا دايره دوك المشاطي والالاستيك وداك التخربيق كريمات كلشي عندي تخربيق. هنا لتحت شنو جامعه؟ هنا لتحت دايره لتحت كاع دايره الفوطات
كما قلت لكم انا عندي الزرق والابيض والكري، دايره الفوطات الكبار والصغار، دايرهم هنايا ديال الحمام. هادو طابيات ديال الحمام، كنبدل كما قلت لكم دوك الزرق ملي كنصبنهم كندير البيضين مره مره. هادو ديال الشعر ديالي انا ولينا كيكونوا ريزيرف. هادو الكيسات، وهادي الخزامه دايرها الريحه باش تلق ريحه زوينه هنايا. هذا الزيت الكو كنديرو لينا مشي مرات مع هذا الزيت قبل ما نغسل لها شعرها، هذا مزيج من الزيوت اللي دايره هنايا. كنديرها واحد الطوله، كنديرها واحد البوني، هذا مخليه خاص ليها. نهز هادي شنو هذا، الصابون البلدي اللي جايبه من المغرب، والكياسات. مهم جمع هذا الشيء كامل هنايا بحال هذا الشكل هذا فوالا. وهاد الجهه شنو فيها، هاد الجهه فيها دايره فيها هادو كما شفتوا معلقه هاد الفوطات، كيجيو من الحلسال واخا دايره هنايا وحدين قرابين ليهم، ولكن منين كيوسخوهم كيهزو من هنايا، كيبداو بالزرقين الكري والبويض قليل فين كيهزو البويض، حيت ما كيجيو فين كيهزو البويض حتى كنكون على يد عمرت لهم الريزيرف. صافي دايره القطن هنا قريب لينا، وهاد سميتو ديال الودنين. صافي هنا الماء ديال اليدين عادي، لي بروس ادون داكشي. وهنايا انا هاد القنيت ما عرفتش شنو ندير فيه، المهم درت فيه هاد لي بلونط، كنت خديتهم شحال هادي من اكسيون حتى هما. وهنا هاد القنيت هذا حتى هو ما لقيتش شي موبل اللي جا قد هاد الجهه، هاد القنيت هذا دايره فيه غير داك البرودوي باش كنمسح والزيف ديالو. صافي هنا تحت لافابو انا دايره كاع ديك الريزيرف اللي كنكون محتاجاها ديال لي شامبوان لي جيل دوش، وهذا كيعجبني دائما يكون عندي بزياده، اللهم يكون بزياده ولا يكون ناقص، يعني فين ما كتكون شي بروموسيون ولا كتكون شي ميزه كناخذ كنشري هكا باش كيكون عندي. يعني شي مرات شي شهر ما كتزيدش الفلوس، وشي مرات فوالا يعني دايرها للحوزه كيما نقولوا. صافي هنايا دايره ليغات، دايره داك السطل فيه الشيتا والبونجا باش كنغسل الحمام ولافابو. هنا ريزيرف حتى هو صافي، هادشي ما كاين، يعني ريزيرف ديال كاع الحوايج اللي كنحتاجهم دايراهم هنايا. دونك صافي هادشي ما كاين، هادي حتى هي خديتها من اكسيون، حتى هي دايره فيها واحد الشميعه كتخدم حتى هي ليد بالحجر، منين مشي مرات ملي كندوش ولا ملي كان يعني ناخذ حمام كنشعلها، واغلب الاوقات كتبقى مطفيه، كتبقى غير هكاك ديكور وصافي. المهم فوالا هذه هي، هذا هو الحمام، يعني بديكور بسيط كما قلت لكم، وبحوايج يعني بساطين نقدروا يعني ندير واحد ديكور زوين للحمام. انا هذه اللي خصني نمشي لاكسيون نشوف واش باقيه ولا لا، ما عرفتش حيت ما كرهتش تكون نلقى شي واحد اخرى نديرها هنايا، نزيدها هنا باش ندير فيها الشمع ولا مهم ندير ديكور اخر، ما عرفتش، ولكن خصني نشوف واش باقيين كيجيبوهم ولا لا. دونك فوالا هادشي ما كاين، دويره في الحمام كيف ما كتشوفوا، يعني بسيط وعلى قد الحال ولكن منظم، وكما قلت لكم يعني ملي كيكون مرتب الحاجه اللي قلبنا عليها كنلقاوها بسرعه، اما الا ما كانش مرتب بطبيعه الحال راه ما كنلقاوش الحاجه اللي نبغيوها دغيا. نسيت هنا مور البلاكار دايره الميزان، هو مخبع مخبعاه باش ما نوزنش راسي. فوالا هو كاين هنايا مور البلاكار. دونك فوالا هذا الشيء ما كاين، المهم كيف ما شفتوا كيف ما قلت لكم هذا هو الحمام بسيط على قد الحال. فوالا المهم نتمنى ان هاد الدويره هذه تكون فاتكم وتكونوا خديتوا فكره على الديكور ديال الحمام بسيط بطبيعه الحال. قولوا لي في التعليق كيفاش جاكم الديكور، واش عجبكم ولا لا، واذا استفدتوا منه، وان شاء الله الى عجبكم بحال هذا الشكل من الفيديوهات نديرو مره علاش لا. طلباتكم اوامر. المهم الغزالات لايك الفيديو بارطاجيوه، تهلاو فريوسكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه، نهاركم بروك.